هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يذهبن لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه خاصة؟ لا، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور، لعن الله زوارات القبور، هذا يدخل في قبره وغيره من القبور. فلا تذهب المرأة للسلام على الرسول، وإنما تصلي وتسلم عليه وهي في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.